راهي تونس تو الفلاح قبل السياحه، كيقولوا السياحه نقول لهم لا عاد ديفيز لا عاد شيء، نحافظوا على ورثة اجدادنا، على حيواناتنا، على ارنب تو ما عاد لهم نكسب. هاك تشوفي حتى الرجال ما عادش تجمع، نجمعوا كان بنسي نجيبوهم بالكميون وكل شيء، برشا عزوف مناش ما يتلهوش بهم، الفلوس والماشيه البنوك ما تدعمش صغار فلاحين. يبيع لك كهرباء ما يبيع لك ولا تراكتور، علاش تراكتور هذاك ب 38 مليون وقت هو ب 10 ملايين؟ وينها الاعتمادات؟ وينها باش ياخذوا باقل سوق؟ ياسر معناتها التكلفه على الفلاح ياسر، ليم قاعد محروق وكل شيء لا فما الماء لا شيء، وينها تربية الابقار؟ لا تربية ابقار ولا ارانب ولا دواجن ولا شيء. هو الحمد لله راهو قابلينها، راهو سوى فيضانات سوى حاجة من عند ربي، التبروري كيصب قابلينها من عند ربي، إلا مضرة البشر. يا ناس نتوحدوا، يا الشعب التونسي نتوحدوا على زيتونتنا، رانا مقهورين، رانا مقهورين. مشات الفلاحة راهو أديو، اللي تجي الزيتونة ياكل منها الزوال، ياكل منها مبسوط وكل شيء. يحبوا ياكلوا الزيت بلاش، ما يلزمهم يتعبوا.